دكتور كبير بيقول في مرة كنت بكشف على الشيخ الشعراوي، فسألته ايه يا مولانا افضل عبادة اعملها تقربني من ربنا خصوصا اني في اواخر عمري. قال له خمن انت يا دكتور ايه افضل عبادة ممكن تعملها. الدكتور قال له الصلاة. الشيخ قال له لا. قال له طب الصيام؟ قال له لا. قال له العمرة؟ قال له برضو لا. افضل عبادة هي جبر الخواطر. الدكتور بيقول خدت النصيحة بتاعت الشيخ في بالي وتوكلت على الله وروحت. تاني يوم كانت اجازتي، وفي اليوم ده انا متعود انزل اشتري شوية حاجات للبيت، فنزلت اشتريت الحاجات، وهو مروح افتكر مكالمة تليفون كانت جايله من جاره بيقول له جبر خاطر يا دكتور ابقى عدي على حماتي عيانة عندك في المستشفى اطمن عليها وطمنا. قال افتكرت نصيحة الشيخ وهو بيقول لي اكبر خاطر، وجاري قال لي اكبر خاطر، فحسيت انها رسالة من ربنا ومبعوتالي. وبالفعل قررت اعدي على المستشفى اللي بشتغل فيها عشان اكبر بخاطر جاري واطمنه على حماته. وفجأة جالي وجع شديد جدا في صدري وانا في المستشفى، واخدت الدواء بعدها بدقيقتين لاني عرفت اني جالي جلطة في شريان القلب. فندهت على الدكتور قلت له اديلي دواء كذا وكذا، وفورا اداني الدواء. الجلطة دي لو كانت جاتلي وانا بعيد عن المستشفى او روحت وطنشت جاري كنت زماني مت فورا، لان اقوى انسان في الدنيا لو جاتله جلطة في الشريان التاجي هيموت بعدها بخمس دقايق لو ما خدش الدعامة. فسبحان الله، وكأن ربنا بيقول لي جبرت بخاطر جارك وخدت بالنصيحة، جبرت انا بخاطرك وانقذت حياتك. العبادات عاملة زي الابواب، الصلاة باب، الصيام باب، جبر الخواطر باب. خلي باب مفتوح بينك وبين ربنا، ما تقفلش كل الابواب، ما تعرفش هتدخل من انهي باب الجنة. علماء المسلمين بيقولوا من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. الان من امتحان اجبر بخاطر حد، خايف من بكرة اجبر خاطر، نفسك ربنا يحقق لك شيء معين ايا كان في نظر الناس مستحيل اجبر بخاطر حد. ربنا بيستحي من عبده انه يجبر بخاطر عباده، وما يجبرش ربنا بخاطره. اللي ما بيتغطاش كويس بيصحى الصبح عنده برد، اتغطى بجدعنتك وانسانيتك هتلاقي ربنا بيكفيك شر المستخبي. النبي لما كشر في وش اعمى ومش قصد ربنا عاتبه في القرآن، ده اعمى يا رب حتى لو اعمى بس انسان. ست عجوزة كانت عاوزة تصلي ورا النبي ومش قادرة تمشي، النبي راح لها بيتها هو والخادم بتاعه وصلى بيها في بيتها. الامام مالك بن دينار ربنا هداه وتاب عليه عشان اشترى حلاوة لبنتين ايتام وجبر بخاطرهم. اللي بيجبر بخواطر الناس لو راح لربنا مكسور الجناح ربنا ما يرجعوش الا وهو طاير من الفرحة. القماشة الحلوة بتفرد نفسها على السوق، خلي قماشة قلبك نظيفة وملهاش زي، لأن اللي ملوش قلب طيب ملوش رزق كبير.